كيف كيف من حجة الهوية مش أقبل المقابلة الحكاية متاع الزمالك مش يلعب ما يلعبش، وشفنا أيضا حتى أحباء الزمالك عاش كان شفته هبته بيان في شوية تشكيك من ترجي في التونسي، هذه حاجة لكوليس يأثر ولا لا زاد؟ لازم تقول يأثروا. الضغط قاعد يمكن الرئيس الجمعية يمكن تاعهم حتى التيتر هذا الاسبيرونس معناتها دازهولو معناتها تاعكم واحنا ما حسناش بيه، وزواريات ما يعرفوش يلعبوا وما يلعبوش وما عندهمش ضغط نتاع السوبر كوب هذا، مش كيما احنا حاطين الضغط على المدرب وضغط على الملعبيه والتيتر لازم وهذا التيتر نقصنا وهذا 25 سنه ما زيناهوش وخسرنا عام ناول وما يجي والانترونير ما يجيبش التيتر هذا، يعني الضغط حطيناه كبير على الملعبيه وحطينا ضغط كبير على الستاف تكنيك، هما بعدوا الضغط هذا وكان بوزيتيف لهم هما وكان نيجاتيف لنا احنا، تحس حتى الشوك موجود، تحس الخوف موجود، تحس حتى في الاخر في ربع ساعه الاخرى حتى في الانديفيديوال في لان كونترا ما عادش ياخذ الريسك، الجوارات قاعدين يجاريو في اللعبه وكبر علينا الضغط. بالنسبه للبيان نتاع حب الزمالك اللي شكوا شويه في القاب الترجي وفي تاريخ الترجي، هذا كل كواليس معناتها معروف هو البريزيدون تاعهم، اي البريزيدون تاعهم يتكلم برشا ويصرح برشا ويحكي برشا، والكلام تاعه هذا معناتها حتى حباء الزمالك باش يشكك، يعني دخلنا في متاهات اخرى ما تضر الكره التونسيه. تصريحات زياد الجزيري خلات شويه هكا ديكلونشيت الحكايه هذوما. صحيح زياد الجزيري غلط غلطه كبيره في حق الترجي، كارو يطلب السماح، حتى احنا زدنا بلعبيه ولعبنا في الكوره ولعبنا واسمنا وانت عاصرت الفتره اللي حكى عليها عاصرت الفتره وكنا النجم وزاد نرجعوا عليه ونشكوا في القاب النجم ونجم نشكوا في النجم الرياضي الساحلي وندخلوا في متاهات خايبه، ثم ستاتيو نتاع جمعيه نتاع جمعيات لا زياد الجزيري ولا سامي العروسي نجم يوصل لهم، ثم الناس لبست المريول اكبر من زياد الجزيري واكبر من سامي العروسي اللي في النجم الساحلي ونحترمهم ولبسوا المريول وتفرجنا فيهم صغار وحبيناهم وحبينا كورتهم، تجي انت كعصر كجينيراسيون تجي في جينيراسيون لعبت معاهم كوره ولعبت معاهم في فريق قومي ويتسميوا اصحابك، يعني طارق ثابت وشكري الواعر وراضي جعايد يسمي العروسي، تجي انت ثم الناس مغرومه بها صغيره ما همش حابين نبك ولا حابين الترجي وما تعرفش كارير وما تعرفش التاريخ وما تعرفش ما خلطتش عليهم، واحنا احنا في تونس ما زلنا مانيش نعدوا في التلفزه كل جمعيه عندها الشان نتاعها وتعدي في الـ في الـ في, الـ في الماتشات نتاعها وترجع ويحفظوا جوارات ويحفظوا الصغار اللي طالعين يحفظوا الاسامي هذيك وشكون هذاك، انا بيناتنا نحب من مراد لكن ما تفرجش فيه انا بمراد يحكيوا لي عليه ما تفرجش فيه، تميم عبد المجيد بن مراد ما خلطتش عليه ما تفرجش فيه لكن يحكيوا لي وقبلته دو فاز فاز وقلت له والله نحب نتفرج في ماتش نحب نتفرج في ليزياس التكنيك نتاعك، ما خلطتش على تميم الحزامي ما خلطتش على برشا اسامي كبيره ما نعرفهاش، جي انا واحد مثلا يجيني يقول لي راهو كل عام راهي الترجي راهي كذا، يعني اللي عمله زياد الجزيري راهو غلط كبير برشا وراهو دخل في سمعه حاجة أقوى منه أكبر منه أكبر منه جمعيات أكبر من اللاعبين. أنت كنت شاهد على وقت هذاك في فترة سليم شيبوب باش نجم تجاوب باش تقول له كيفاش كنت ترجي ربح ماتشواتها معناها سيرتو نعرفوا كيف فهم لاعبية كبار في ترجي وقت. أنا نقول له ربحناكم بالتلين بالألمان بالفرنسيس ما ربحناكمش بأربيترات التوانسة، عمري ما ربحتكم بأربيتر التونسي، ماركيت لكم في سوسة ماركيت لكم في تونس نحيت لكم تيتروات من سوسة نحينا لكم ست بوان تاع اللي نتاع رادس وباربي تراجيت الكل زاد الماتشات الكبار الكل تاع سي اس اس والكلوب والاتوال لعبنا ما لعبنا حتى ربيت التونسي تو هم يلعبوا بربيت التونسي احنا عمرنا ما لعبنا بربيت التونسي وصحيح كانوا في بريود اقوى منا جت بريود وربحونا ثم عام اقوى منا وربحونا لكن رجعنا عليهم وعاوننا الواحد ومن بعد امتلكنا الكوره سبع سنين، خاطر انا اول واحد قلت كي تلم الاسامي الكبيره هذيك الاسامي الكبيره هذيك ما تنجمش تشك فيها كي تحط ان ايكيب، هي فرنسا على شازت كوب دو موند هزت كوب دو موند 98 فرنسا، خاطر زيد كي تلم زيدان وتلم تيري اونري وتلم تورام وتلم فيرا وتريزيغي تلم الاسامي هذيك الكل وتقول ما نهزش كوب دو موند، لا تهز كوب دو موند وانت كي تلم شكري الواعر وطارق ثابت وعايد الحمروني وسامي العروسي ولو انه مش ديما صحيح الريال لما كوكب من النجوم هزت شيء فيجو راؤول ورونالدو زيدان هذيك في فانت كارير برشا وذاكم على عام هذاكم على عام وما تفهموش ما احنا لعبنا بعضنا سبع سنين وست سنين يعني شوف سامي العروسي وعايد الحمروني وطارق ثابت وبدره وجعايدي وشكري الواعر وحكيم نويره وسراج الدين شيحي ما نجمش نسمي اكثر خاطر برشا ملاعبيه كبار وعبد القادر بن حسن هو صحيح في البريود هذيك الاسبيرونس كانت هي تاخذ لي جوار الباهين من الجمعيات الكل هذاك كيفاش فافوري الاسبيرونس اما سير تيران
روك تحط حتى اسامي ما اسامي روك بعاد عليهم برشا فهمت ولا واحد حتى يتوال كان فيهم لاعبيه كبار وقتها زاد كيما بيا ما عرفش برشا لاعبيه كبار لا ما لعبوش مع بعضهم برشا هما خرجوا معناتها ما قعدوش لكن في الجمعيه في ستابيليتي نتاع الجمعيه الاسبيرونس هي اللي لعبت على الشامبيونز ليغ وهي اللي هزت الكوب دو كاف هزت كوب دو كوب هي هيمنت على الكوره في تونس في البيريود هذيك كيما توا الاسبيرونس ما تنجمش تشكك فيها خاطر الاسبيرونس اقوى منك في الاسامي نتاع الملاعبيه اللي عند الاسبيرونس والفلوس اللي عندها والكاليتي نتاع الجوار اللي عندها بعد عليك برشا ما تنجمش تجي بعد 20 سنه يجيك جوار يقول لك لا والله في البيريود هذيك فلوس حمدي المد اي فلوس حمدي المد ماهيش كوره صحيح الريال مدريد ماهيش فلوس البرشلونه ماهيش فلوس المانشستر سيتي ماهيش فلوس هذوما فلوس كوره فلوس خبيش يقول لي كوره حاجه اخرى